إبراهيم أيت بن علي، طبيب متخصص، عضو مجلس الجهة، عضو البلدية ديال أيت ملول. إحنا جد مسرورين اليوم احتفاء بالذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء المضفرة. جد مسرورين ككافة الشعب المغربي بالاحتفال بهذه الذكرى، واليوم شرفنا السيد العام والوفد المرافق له بالزيارة وإعطاء انطلاقة لعدة مشاريع تنموية، منها اقتناء سيارتي إسعاف لفائدة قطاع الصحة، وكذلك جوج سيارات ديال النقل لفائدة أشخاص في وضعية هشة. بهذه المناسبة حنا جد مسرورين بهذه الإضافة النوعية اللي غتشكل واحد الإضافة في التجويد ديال الخدمات لفائدة ساكنة المزار قصبة الطهر، أحياء جد مهمة بمدينة أيت ملول. وتنشكروا كافة المساهمين، منها جمعية إيزوران بالمزار، جمعية نور بقصبة الطهر. عبد الله بنزيد، رئيس جمعية إيزوران المزار بالجامعة الترابية أيت ملول. احنا جد سعداء لاننا كمجتمع مدني طلبنا واحد الملتمس للسيد العام على اساس باش يوفر سياره اسعاف لحي المزار، لحي المزار اللي كيتوفر على فئه جد هشه، وبالتالي هاد السيارات هادو غادي ينفعوهم باش ينقلوا المرضى ديالهم للمستشفيات. وبمناسبه هاد الذكرى 48 لتخليد المسيره الخضراء، حنا جد مسرورين بهذه البادره اللي تكلف بها السيد العام الاقليم اللي استجب للمطلب ديالنا، وحنا جد سعداء باش يكون مكسب هذا الخير، هذا مكسب لحي المزار عامه.